الآن سندخل في قضية، سندخل في الآيات واحدة واحدة. الآيات التي يستدلون بها على قضية الاستغاثة بغير الله أنها شرك وكفر و إلى آخره، سننظر فيها واحدة واحدة. أحصى منها هذا الأفغاني في كتاب جود العلماء فيه 44 آية، سننظر فيها واحدة واحدة. لكن نحن سندقق على قضية هذا التفصيل. هل في آية من هذه الآيات 44 لوحدها مستقلة هذا التفصيل، أنه إذا دعا غائبا أو ميتا أو حيا فيما لا يقدر عليه فقد أشرك، أما إذا دعا حاضرا فيما يقدر عليه وكان حيا فلا بأس؟ أين هذا التفصيل في آية واحدة مستقلة جمعت هكذا بهذا التفصيل حتى تستطيع أن تقول أنها صريحة، حتى تستطيع أن تقول آيات قاطعة؟ أين القاطعة؟ إليكم هذه الآيات. هذا نحن أمامنا الآن كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، تأليف الدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني، وهو يقال له ابن قيصر الأفغاني، رسالة الدكتوراه في السعودية. هنا في الصفحة 1100 في الصفحة 1100 هنا في الصفحة 1099 بالضبط، هنا قبل قليل سردناها، أنه ذكر بعض الآيات القرآنية التي استدل بها علماء الحنفية على عقيدة كبرية في الاستغاثة بغير الله. سيذكر بعضها. هو ذكر 44 آية، يعني هذا أكبر عدد ممكن، يعني ممكن يكون آيات أخرى، لكن الآيات الأخرى في معاني هذه الآيات ننظر فيها واحدة واحدة. الآية الأولى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، سورة الأنعام واحد الآية 71. أين التفصيل في هذه الآية؟ أين التفصيل؟ أين كلمة حي، حاضر، غائب، يقدر عليه؟ لا يوجد فيها، لا يوجد فيها. هل يوجد فيها أنه التشنيع على من يدعو ما لا يضره ولا ينفعه؟ هل ستقول لي ما هو هذا؟ يعني أنه يفيد بالمفهوم أن دعاء الغائب والميت لا يجوز، لأنه الغائب والميت لا يضر ولا ينفع، وكذا الحاضر فيما يقدر عليه. يعني هذا بالاستنباط ليس صريحا، هذا فضلا عن أنه هذا الكلام أصلا غير مسلم، أنه هذه الآية تفيد أنه هذا التفصيل بالمفهوم أو بالاستنباط أيضا هذا غير مسلم. لكن سنأتي عليه، نحن حينما سنأتي على هذه الآية سنفصل الكلام، سنفصل الكلام، أنه حتى لو زعمت أنه هي يا أخي ليست صريحة، لكن هي بالمفهوم أو هكذا، يعني بمفهوم المخالفة أو كذا، سنأتي سنناقش. لكن نحن الآن نحن فقط نناقش آية فلا تدعو مع الله أحدا، والآية التي بعدها قل إنما أدعو ربي وأشكو به أحدا. هذه الآية، هاتان الآيتان تفيدان العموم، أنه دعاء غير الله شرك مطلقا، سواء كان حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا، يقدر أو لا يقدر، هكذا أنت تستدل. الآن نحن قلنا أنه هذه ليس فيها دلالة، ليس فيها هذا التفصيل. الآن ننتقل إلى هذه الآيات، لكن نحن سنرجع إلى الآية الأولى، آية سورة الجن، لكن فقط هنا لحتى نبين أنه هذا الحكم، هذا التفصيل ليس موجودا في سورة الجن كما رأينا، ولا في غير سورة الجن، لكن نحن لن نستبق، ليس موجود، نحن حتى الآن ليس موجود في سورة الجن، في آية سورة الجن فلا تدعو مع الله أحدا، ولا في التي بعدها فقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا في هذا ولا في هذا، في آيتين ليس موجود في هذا التفصيل، لأنه هنا النهي عن أن دعاء غير الله فلا أدعو مع الله أحدا، ولا أقول إنما أدعو ربي وأشكو به أحدا، أحداث نكرة في سياق النفي فتعم، يعني لا أدعو أحدا أصلا، لا أدعو أحدا مطلقا بتاتا، سواء كان غائبا أم حاضرا، حيا أم ميتا، يقدر أو لا يقدر، هكذا ظاهر النص، هكذا ظاهر الآية، هذا ما تفيده الآية بظاهرها. الآن نحن هنا تحققنا من هذه الآية أنه ليس فيهما هذا التفصيل. الآن سننتقل
انه هل هذا التفصيل موجود في غيره؟ يعني قد يقول هذا التفصيل ليس في هذا الايه، لكن يوجد في ايات اخرى مستقله بشكل مستقل، انا اقصد لا بشكل نتجمع ايات مع بعض تقول هنا هنا عموم وهنا خصوص. يعني تقول مثلا والله هذه ايه لا انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، او ايه فلا ادعو مع الله احدا، صحيح هي عامه لكن خصصنا دعاء الحي فيما يقدر عليه بقوله تعالى في سوره القصص فاستغاثه الذي من شعثه على الذي من عدوه. هذا التخصيص والاستدلال بالعموم والخصوص هذا سنأتي عليه. إذا نحن الآن نريد آية واحدة مستقلة فيها هذا التفصيل، أنه حي دعاء نصت هكذا أنه الحي فيما يقدر عليه جائز طلب منه، أما الغائب والميت والحاضر والحي فيما لا يقدر عليه لا يجوز، أو شرك أو كفر أو ما إلى ذلك. الآية واحدة من الأربعة وأربعين هل يوجد؟ إذا لا يوجد ننتقل إنه إلى دعواكم إنه نعم هو لا توجد آية مستقلة نص، لكن يستفاد إنه من مجموع عدة آيات دعوة أخرى سنأتي عليه لها جواب آخر مناسب لها. إذن هنا الآية، ننتقل إلى التي بعدها، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، الرعد 14. ما دعاء الكافرين؟ ما ذكرت لا حاضر ولا ميت ولا غائب ولا حاضر، دعاء الكلمة الدعاء فقط، ما في هذا التفصيل. التي بعدها، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. لم تقل إن ومن يدعو مع الله غائبا أو ميتا أو حاضرا فيما لا يقدر عليه، قالت من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. سنرى فيما بعد أن هنا كلمة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، يعني ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له. سيأتي لاحقا أنه ما المقصود بكلمة دعاء بعد أن ننتهي من هذه القضية، أنه هذا الحكم لا يوجد مفصلا في أي آية من آيات الكتاب، وبعد أن نناقش أنه هل هذا الحكم يأتي مفصلا يمكن أن يأتي من مجموع آيات، سننظر أنه هل الدعاء هذا ما معنى، سننظر فيما بعد. الآية الرابعة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاطر آية 14، أين فيها كلمة غائب حاضر ميت حي يقدر ما لا يقدر؟ لا يوجد فيها كل هذه الكلمات. ستقول لي والله هنا أنه يا أخي ممكن يستنبط منه لا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما هو الميت لا يسمع الدعاء والغائب لا يسمع الدعاء فيدخل في هذه الآية. هذا بالمفهوم، هذا بعد إذا سلمنا أن الغائب الميت يسمع ولا لا يسمع هذه قضية أخرى سنأتي عليها، أنه هل الميت يسمع أم لا، هذه قضية تحتاج لبحث طويل عريض. لكن أنا الآن أريدك تأتيني بآية في هذا التفصيل صراحة، مش ليست استنباطا، لا يوجد في هذه الآية. طبعا أنا أقول لا يوجد، إذا يوجد أرسل لي صراحة، هل يوجد آية صراحة تدل على هذا التفرقة بين الحي والحاضر والغائب والميت وكذا؟ يوجد هذه آية فيها هذه الألفاظ غائب ميت حاضر حي يقدر لا يقدر؟ أنا نبحث بهذا اللفظ الصريح المريح، لا تقول لي استنباطا، هذا استنباط سنأتي عليه، لأنه سنأتي على كل آية على حدة، حتى لو قلت أنه يا أخي ليست صريحة لكن يوجد يستنبط منها، سأسألك ما هي وجه الدلالة منها تبينه ننظر فيه. الآية التي بعدها، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، الجن 20. هذه الآية طبعا تكلمنا عليها، هي وهذه الآية التي ستأتي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وكلاهما قلنا بأن فيهما هذه أحد نكرة في سياق النهي فتعم، بالتالي ليس في هذا التفصيل. الآية التي تليها، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ليس فيها التفصيل السابق أيضا. وسنعلم أن هنا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، كما في نفس السورة في سورة يونس في الآية 18، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قال سبحانه يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك والضلال البعيد، نفس الآية التي سبقت، ليس في هذا التفصيل إلا بقى يقول بقى بالمفهوم وما إلى ذلك، وهذا موضوع آخر كما قلنا.
الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الأحقاف ليس فيها التفصيل ليس فيها تفصيل الدعاء الحي والحاضر والغائب والمقدر ولا يقدر، ليس فيها بالمفهوم. هذا قضية أخرى كما قلنا، إذا تدعي أنه بالمفهوم قضية أخرى. وأن المساجد لله فادعوا مع الله أحدا، أيضا قلنا هذه عليكم بشيء، فلا تدعوا من مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين، سبق مثلها هذه في أنه هنا المقصود، هنا سنرى أنه هذا، فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر، أنه هذا هنا تنهى عن دعاء الآلهة الأخرى، أو سنرى أنه هذه مقصود هنا عبادتها يعني. لكن على أي حال هنا الآن لا يوجد كلمة حاضر غائب ميت حي، لا يوجد. لا تدعو، طبعا أنا سأسرع بقى الآن، صارت الفكرة واضحة. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ليس في هذا التفصيل. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أن أعبد الذين تدعون من دون الله مطلقا. وقال تعالى، يعني هذه الآية تفيد العموم، لا أعبد من دون من تدعون من دون الله، كل شيء من دون الله أنا لا أدعو. أنتم تقولون لا، الحي يدعى فيما يقتضي عليه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية يعني تتوعد من لا يدعو الله سبحانه وتعالى لا اكثر ولا اقل، انه ادعوني استجب لكم، والذين لا يدعونني يعني او لا يستكبرون عن عبادتي او عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. اين التفصيل فيها؟ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذا شططا، لم ندعو من دونه إله، لا قالوا غائبا، لا قالوا ميتا، لا قالوا حاضرا، لا إله. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الأعراف 197، أين تفصيل كلمة حي ميت غائب حاضر؟ ستقول لي بالمفهوم، بحث آخر هذا كما قلنا. ننتقل إلى الآية التي بعدها. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أين التفصيل في الموضوع أنه حي غائب ميت حاضر؟ لا يوجد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مطلقا. الذين يدعون من دون الله، وأنتم لا تقولون بهذا، تقولون أنه من دون الله في شيء مستثنى، أنه الحاضر فيما يقدر عليه مستثنى، هذا ألا تقولون مستثنى بآيات أخرى، بحث آخر. لكن أنا الآن أريد آية واحدة مستقلة تنص على هذا التفصيل الذي تقولونه. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أين تفصيل في هذا الآية؟ قل أرأيتم ما تدعون من دونه، طبعا سنأتي كل آية سنأتي عليها لاحقا بالتفصيل، لكن هنا فقط نبين أنه لا يوجد في هذا التفصيل، لا يوجد فيها صراحة. أما بالمفهوم هذا شيء آخر، تتجاذبه الظنون ويختلف فيه الناس والمفسرون والعلماء وإلى آخره. لكن أنا أريد شيء واضح هكذا، وضوح الشمس، محمد رسول الله مثلا. الآن هنا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما تدعون من دون الله عام، ما تدعون من دون الله، لا يوجد هنا حي غائب ميت حاضر يقدر، لا يوجد فيها. الآية 20: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، كل هذه عموم ما فيها تفصيل، من دون الله تدعون من دون الله. قال عز وجل: وقال عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. أين التفصيل؟ هنا فقط يقول ما تدعون من دون الله عموم، وأنتم لا تقولون به كما قلنا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أين هو هذا؟ أن الذين يدعون من دونه أمواتا أو غائبين أو أحياء فيما لا يقدرون عليه لا يستجيبون لهم إلا بشيء. هل تقولي بالمفهوم؟ هو بالمفهوم هكذا، المفهوم هذا. أنت الآن تدعي الصراحة، تدعي القطع، تدعي أن الآيات صريحة صريحة وجلية واضحة في هذا التفصيل الذي أنت تقوله. أين هو؟ الآن أنت تقول بالمفهوم، مفهوم هذا أبز بحث آخر، بحث آخر هذا ينقض دعواك أنه يوجد آيات صريحة على ما تدعي، لا يوجد حد الآن، لا يوجد. الآية التي بعدها، طبعا الآن نحن سنسرع لأنه نحن وصلنا إلى منتصف عدد الآيات، لأنه هو الباحث هنا أورد
44 آية، الآن نحن انتهينا من 22 آية، الآن بقي 22. طبعا الآيات التي بقيت سترون أنها بمعنى الآيات التي سبقت، لذلك نحن سنقرأها، بل سنقتصر على قراءة محل الشاهد منها غالبا يعني. الآن الآية هذه التي بعدها الآية 23، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لاحظوا الآية التي بعدها، وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. قل ادعوا، الآية التي بعدها، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الآية التي بعدها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إن الذين تدعون من دون الله. انتبهوا، كل هذه الآيات جاءت بصيغة العموم، والذين صيغة عموم، وما يملك الذين يدعون، قل ادعوا الذين زعمتم، كل هذه بصيغة العموم، لأنه الذين في صيغة العموم، يعني أنه ما في تفصيل بين ما في التفصيل السابق الذي يذكره ابن تيمية وأصحابه في قضية الاستغاثة في التفريق بين الحي والميت وما إلى ذلك. الآية التي بعدها، قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هنا بعلا قالوا هو اسم الصنم الذي كان يعبده قوم إلياس، يعني المهم ما فيها هذا التفصيل الذي يذكرونه كما سبق الإشارة إلى ذلك مرارا. الآية التي بعدها: حتى إذا كنتم في الفلك، إلى أن يقول: وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أين التفصيل هذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا في الدعاء لله سبحانه وتعالى، لا يوجد التفصيل بين الحي والميت والغائب كما ترون. الآية التي بعدها: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وجعل لله أندادا، هنا محل الشاهد، لكن أنداد لم يفرق أنه أحياء أموات كذا إلى آخره. الآية التي بعدها، انتبهوا، نحن الآن وصلنا إلى الآية 32، من الآية 32 إلى الآية 44، إلى آخر الآيات ليس فيها محل الشاهد أصلا. لماذا؟ لأنه كل هذه الآيات التي ستأتي سترون أنه هي فقط في الترغيب ومدح من يدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد فيها أصلا ذم من يدعو غير الله، وإن كان هذا المعنى موجود في آيات أخرى، لكن نحن نتكلم الآن بدقة. نرى، ننظر، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا يوجد في نهي عن دعاء غير الله. الآية التي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية التي بعدها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين في الأعراف وغافر، وفي غافر في موضعين كما ترون في الآية 65 و4 والآية 14: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الآية التي بعدها: إياك نعبد وإياك نستعين. إنهم وجه الدلالة عندهم في هذا أنه حصر الاستعانة به. طيب أنتم لا تقولون بهذا الحصر، لأنه أنتم تجيزون الاستعانة بالحي فيما يقدر عليه، وليس في هذه الآية هذا التفصيل. هلا كونه أنه موجود في أدلة أخرى هذا بحث آخر سنأتي عليه، نحن نريد الآن هذا التفصيل موجود في آية مستقلة كما قلنا مرارا. والكلام نفسه يقال في هذه الآية: قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، وفي الآية التي بعدها: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. كل هذا أنه هنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إذا كان على وجه الحصر أنتم لا تقولون به. الآية الأخيرة: وادعوه خوفا وطمعا، أنه تأمر بدعائه سبحانه وتعالى في الخوف والطمع. طبعا نحن لن ندخل في تفسير هذه الآيات، ما معنى بعلا وما معنى كذا، نحن سنأتي على تفسير هذه الآيات آية آية من كتب التفسير بالمأسور التي وردت عن الصحابة والتابعين وأتباع، تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير. سننظر أنه من من العلماء، من من الصحابة والتابعين وأتباعهم قال أن هذه الآيات تفيد أن دعاء الغائب والميت والحاضر فيما لا يقدر عليه شرك، وفسر الآيات على هذا التفسير. سنأتي عليها، سنفتح الطبري، تفسير الطبري عند كل آية من هذه الآيات وننظر فيها.
لا سيما أن الإخوة السلفية يقولون نحن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، ننظر بقى من السلف فهم هذا الفهم هذا. الآن هنا انتهى هذه الآيات، أنه استدل، يقول استدل علماء الحنفية، طبعا علماء الحنفية من يقصد بهم؟ أنه نعمان الألوسي وابن أبي العز الحنفي وهؤلاء الأتباع ابن تيمية. يقول هنا استدل علماء الحنفية بهذه الآيات وغيرها على إبطال عقيدة القبورية في استغاثة بغير الله من الغائبين والأحياء والأموات عند المصائب. لاحظوا أنتم الآيات كلها لا يوجد فيها كلمة غائب أو ميت، ثم يقول أنه استدلوا بها على استغاثتهم بغير الله من الغائبين الأحياء والأموات عند المصائب الكبرى. طيب هذا التفصيل أين في كل الآيات الـ 44؟ أين كلمة غائب أو ميت؟ أين هي؟ لا يوجد فيها صراحة، على الأقل لا يوجد فيها بمنطوقها أو صراحة أو بدليل قاطع الدلالة، لا ليست دلالتها قطعية. أما أن تقول بالمفهوم أو باستنباط أو كذا بحث آخر سنأتي عليه. قال وتقرير الاستدلال عنده بهذه الآيات المباركات أن هذه الآيات المباركات تدل دلالة قاطعة على أن دعاء غير الله تعالى فيما وراء الأسباب العادية كفر وشرك. أين وردت كلمة وراء الأسباب العادية في هذه كل هذه الآيات؟ أين وردت؟ استنباط لابن تيمية، تبعه ابن عبد الله، نعم، لكن صراحة موجود. سنأتي على هذا الاستنباط أصلا. إذن أعتقد الآن أنه صار واضحا أن هذه الآيات التي سردها هنا الأربع وأربعين آية ليس في أي منها آية واحدة صريحة في هذه التفرقة التي يريدها ابن تيمية وأتباعه في قضية أن الحي فيما يقدر يستغاث به فيما يقدر عليه، والميت والغائب والحي فيما لا يقدر عليه لا يستغاث بهم، أو أن الاستغاثة بهم شرك. هذا لا يوجد. هذه الآيات أمامكم قرأناها آية آية، لا يوجد في أي منها آية صريحة. أعود أعيد وأكرر أقول آية صريحة. ألا تقول لي بقى بالمفهوم بالاستنباط بجمع الآيات بالتخصيص وبالتعميم وبالمنطوق وبالمفهوم وبالإطلاق وبالتقييد؟ هذه قضية أخرى سنأتي عليها. لكن الآن أنت الآن تدعي، هو الآن الأخ ادعى هذا، أنه هذه الآيات قاطعة في الدلالة. كيف قاطعة؟ أي قاطعة؟ أين قاطعة؟ الآن قوله تعالى الذي سنده هذه الآية التسعة الذي نحن في صددها، الآية التسعة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هل هذه الآية صريحة قاطعة في الدلالة على هذه التفرقة، أنه من دعا أنه دعاء الحي فيما يقدر عليه جائز، أما دعاء الميت والغائب والحي فيما لا يقدر عليه فهي شرك وردة وكفر وكذا؟ أين هذا؟ الآية فلا تدعو مع الله أحدا كلمة نكرة في سياق النفي، فتعم أي لا تدعو مع الله أحدا أبدا، يعني كان سواء كان حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا، يقدر أو لا يقدر. هذه عموم الآية. فهل الآن تقول لي هذه الآية لا تدل، لكن يوجد آيات أخرى تدل، آيات أخرى تدل يعني بصراحة بشكل صريح؟ يعني في آية في القرآن قالت إنه من دعا حيا، من دعا غائبا أو ميتا أو حيا فيما لا يقدر عليه فهو مشرك أو فقد ارتد أو فقد كفر أو أما من دعا حيا فيما يقدر عليه فهذا جائز. في هكذا آية، هكذا آية جمعت هذا التفصيل، آية مستقلة جمعت هذا التفصيل. يعني أنا بحمد الله أحفظ القرآن، حفظته من أوله من الدفة إلى الدفة، لا يوجد فيها آية وكل لا يوجد فيها لا لم أجد فيها آية فيها هذا التفصيل بصراحة، يعني يدل دلالة صريحة. طبعا نحن لسنا في معرض الآن ندخل بقى نقوم بإعطاء محاضرة في أصول الفقه أنه ما هو الصريح من غير الصريح، هذا أمر يعني المفروض معروف يعني. لكن إن كان ولا بأس، ما ماشي نعطي لمحة عن هذا الأمر.